أهلا بكم في محطتكم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتحديدا سجلات. احصلوا على سجل تجاري فورا وخلال 93 ثانية فقط، وفي المكان والزمان اللذين تختارونهما من خلال النظام الجديد سجلات. من خلال النظام الجديد سجلات تم فصل عملية التسجيل التجاري عن التراخيص التجارية، ويمكنكم الحصول على سجل تجاري في وقت قياسي، إذ وضعنا مؤشرات لقياس جودة الخدمة. وتمت إعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، وتقليص المتطلبات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات لضمان سرعة الإنجاز من خلال محطة واحدة لتشجيع الاستثمار. وتم تحديث تصنيف الأنشطة التجارية، فأصبحت الآن 381 نشاطاً فقط من أصل 1800 نشاط سابقاً. سجلات متوفر ل24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يوفر نظام سجلات آخر مستجدات طلباتكم ومعاملاتكم. ينتقل طلبكم تلقائياً إلى الجهات المرخصة من خلال سجلات، ضمن منظومة إلكترونية موحدة تضم جميع الجهات الحكومية. حاز نظام سجلات في عام 2015 على جائزة أفضل محتوى إلكتروني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأحرزت مملكة البحرين المركز الأول كأفضل وجهة استثمار عالمية على مستوى الشرق الأوسط. زوروا الموقع الإلكتروني لسجلات www.business.gov.bh.